مطار استثنائي يا استاذ. حنا من جهه صحيحيه يا استاذ، حنا من جهه صحيحيه. انا سميت بناس الغليمي، كنا انا وانوار بوجمعه هما اصحاب الحراك ديال من جهه صحيحيه، وكعضو مكتب سياسي ما كنا طالبنا بواحد البلاغ كنديرو ضد المؤسسات. المؤسسات حنا بعادين على المؤسسات، المؤسسات ديال سيدنا، وسيدنا هو اللي تيعينهم، لا السيد رئيس النيابه العامه ولا السيد وزير الداخليه ولا السيد مدير العام ديال الامن الوطني. حنا تحترمهم. المحامي زيان تقدم شي شكايه ضدك عند وزاره وزاره العداء. شنو السبب ديال هذه الشكايه؟ السبب الشكايه قال لك اسيدي انا كنت نطاول لي على الحزب ديالو، وانا عضو مكتب سياسي. هذا هو السبب اللي خلاك تنستقل؟ لا ما تنستقلش انا من الحزب، تنستقل من النقابه. انا درت نقابه ديال اتحاد الحر للشغالين بالمغرب. انتم باش كطالبوا استاذ؟ باش كطالبوا زين؟ تنطالبوا بالمحضر، تنطالبوا بالمحضر والفحص ديال المبالغ ديال الحزب. عرفوا ذاك شحال كتقدر المبالغ؟ ما نقدرش نحددها، نجلس على الحسابات هو اللي غيحددها لينا.